السلام عليكم ورحمة الله الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذه الحلقة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة. غنهضروا اليوم على تعلم السياقة في المغرب، ولا الناس اللي بغاو يديروا البيرمي صنف باء، بيرمي بي في المغرب. السيارات العادية كما كتعرفوا باش تسوقها فخصك رخصة السياقة، وتعلم مجموعة ديال السلاسل ديال السياقة، وتدوز للتمرن السياقة. فمجموعة ديال الإخوة والأخوات كيسولوا على شنو هي التغيرات اللي غتعرفها رخصة السياقة في المستقبل. فكما كنسمعوا أن النجاح الآن دابا على 32 نقطة، ولكن في الأيام الجاية ولا العام الجاي غيكون النجاح على 34 نقطة، يعني غيتزادوا جوج ديال النقاط. فهذا الشيء لحد الان غير هضره، مازال ما كاينش شي حاجه رسميه، ولكن شنو اللي رسمي كيقولوا ان رخصه السياقه من غادي تمشي تدوز داك الامتحان ديال الطريق ولا ديال الطوموبيل، ما غاديش يكون معك واحد الشخص في السياره اللي غادي تسوق السياره، هو كيشوف شنو المشكل اللي درتي ولا يسمح لك في هذه ولا الى راسو ما شافش هذه. فكيقولوا ان غتكون واحد السياره هذه الذكيه اللي غادي تشدها وزاره التجهيز والنقل، وغتفرقها على كاع البلايص اللي غدوزو فيهم رخصه السياقه في المستقبل ان شاء الله. فغتولي هي اللي غتحدد واش انت ناجح ولا ساقط في السوق. فدابا البشر ممكن يتسامح معك ولا ممكن يشد معك ضد، يقدر واحد اللي غادي يدوز بيرمي وغادي يكون معك يشد معك ضد، ولا العكس يتعامل معك كما كنقولوا. فالآلة هي مبرمجة ما غاديش تغشك، فداك الشيء اللي درتيه هو اللي غادي تحسبه، فهادشي هو اللي غيكون ان شاء الله في المستقبل. بالنسبه من ناحيه النقاط وعدد السلاسل ديالك غيتزادوا، حتى السلاسل دوك الاسئله اللي كانوا كيتطرحوا وكيتعاودوا ما غاديش يبقاو نفسهم، وغادي يتزادوا بزاف ديال الاسئله جديده. فاللي كيسولني كيقول لي واش ندوز دابا ما حد ما تبدلش البيرمي ولا حتى العام الجاي. فعلى حسب، شوف نتايا الى عندك الوقت دابا وعندك الفراغ سير دابا دوز وحسن ليك، ما حد النجاح على 32 وما حدك كدوز غير عادي، ماشي بالسياره ذكيه. وبالنسبه لواحد اخر اللي عنده ما عندوش الوقت ومزير، والعام الجاي ان شاء الله ممكن يكون عنده الوقت وفراغ، فمن احسن يخلي العام الجاي وخا يطلع لنا النجاح على 34، فيقدر يكون صالح عاوتاني ديك السياره الذكيه اللي غادي تكون كتحسب ليه داكشي اللي دار والاغلاط اللي دار وما تشدش معاه الضد. فانت شوف انت على حسب الموقف اللي عندك، فما يقدر حتى واحد يعرف اكثر منك انت، فانت اللي غادي تقدر تعرف واش غدوز البيرمي دابا ولا العام الجاي. شوف انت الوقت ديالك والبروغرام ديالك، لا في ناحيه القرايه لا الخدمه، داك اللي خدام وعندو كونجي العام الجاي ما يزيرش راسو دابا ويخليه حتى يكون عنده كونجي، حيت ممكن غتزرب وغتجيبو في واحد الوقت اللي غيكون عندك ضيق وغتصدق لا هنا لا في القرايه لا في البيرمي، فهمتي؟ فالبيرمي دابا غندخلو شنو الوثائق المطلوبه وشنو هي المراحل اللي كدوز منها. فمين كتمشي عند المدرسه اللي بغيتيها انت، كتمشي بعدا تدور على بزاف ديال المدارس كتشوف في المدرسه اللي زويونه ومعروفه، لا من ناحيه الثمن لا من ناحيه التعامل ديالهم. فالمدرسه اللي لقيتيها كيطلبوا لك واحد الملف اللي فيه لاكارت ناسيونال ديالك، فيه التصاورات ديالك والورقه ديال الطبيب، هذيك لا فيزيت هذيك ممكن تصاوبها لك ليكول ولا تصاوبها انت، شوف هما شنو غادي يقولوا لك من تمشي عندهم. والضريبه اللي كتخلص واحد الضريبه ديال 14000 ريال 700 درهم كتمشي تخلصها انت. احد الطلب اللي كتقاليز كديه كدير لوكاليزاسيون اللي فيه بحال تعاقد بينك انت وبين ليكول، كيقولوا لك باللي المدرسه اللي غدير فيها التعليم ديال السياقه ها شحال خاصها تعطيك من ساعه ديال السياقه، وها شحال خاصك تعطيك من ساعه ديال تعلم ديال السلاسل اللي كدوزهم معاهم تما في وسط المدرسه. فانت ملي كتسني هذيك الكونتراك يعني راك موافق على دوك الشروط اللي فيها، فانت اقراها مزيان وشوف شنو فيها وعاد ديها قاليزيها وجيبها لهم. فهنايا ملي كتدفع الملف ديالك وكتبدا معاهم،
فعلى حسب كل مدرسة، يا غيقولوا لك جبنا الفلوس كاملة، يا غتبقى تعطيهم بشوية بشوية حتى كتكمل، حتى كيقرب الموعد ديال الامتحان ديال الكود. ففي وسط المدرسة الحضور ضروري، علاش؟ حيت كيداروا سلاسل، كيديروا واحد الامتحانات بحال اللي كتطرحوا النيت، وانت كتحضر لدوك الدروس التطبيقية اللي كديرهم معاك وداك الأستاذ ولا داك الأستاذ في وسط المدرسة ديال تعليم السياقة. فكاينين مجموعة ديال الناس تاهما كيدوزو معاك تما، كتستافد معاهم، كتطرح أسئلة، دوك الأسئلة اللي في عندك فيها غموض كطرحهم عليهم. فهادشي باش مزيان، أحسن تحضر ويكون عندك الفراغ باش تعطي وقتك لديك المدرسة ديال التعليم. فمن بعد ما كتسالي هذيك المدة وكتخلص ليهم المبلغ ديالهم، فهما كيعمروا لك باش تمشي تدوز امتحان ديال الكود، ماشي ديال السوغان، امتحان ديال الكود. فهاد الكود هذا كتدوز فيه مجموعة ديال الأسئلة، واش 40 وقيل 40 سؤال، 40 سؤال اللي كتدوز. فانت حاليا دابا نجح على 32 نقطة، الا جبتي من 32 سؤال الفوق كتعتبر ناجح، وكتصيفطك مباشرة وزارة التجهيز باش تسالي عدد الساعات ديال السوغان، وكتعطيك واحد التاريخ مثلا من بعد واحد السيمانة ولا من بعد واحد 10 ايام غتمشي تدوز السوغان ديالك. فهادشي باش مزيان تزير مدرسة التعليم السياقة، تعطيك الساعات ديالك ديال السوغان، فإلا ما كملتيهمش فممكن انت غتمشي تدوز الكود وتنجح فيه، وانت جبتي 40 ديالك ولا 38 على 40 ونجحتي، والمدرسه مازال ما علماتكش السوغان ولا ما كملتش معاك السوغان، والوزاره الا عطاتك واحد 3 ايام ولا 4 ايام ولا سيمانه وهي ما كافياش باش تتعلم. فخص من البدايه تعلم السوغان وتزيرو باش يعطوك عدد الساعات ديالك. فعلى حسب المدارس، كاين اللي كيعطوك الصباح والعشيه، كاين اللي كيعطيك نهار نهار لا، على حسب كل واحد. داكشي باش قلت لكم سيروا للمدرسه اللي عندها سمعه زوينه والناس ديالها كيتعاملوا مزيان، ماشي واحد تهضر معاه ويقمعك، ولا واحد اللي ما كيديهاش في الناس اللي تمايا كيبقى يصدرهم ويتخلص من هذوك اللي كيعطيو 100 درهم الساعه، ويخلي هذوك اللي كيقراو ما يعطيهمش السوغان، كيقولوا من بعد من بعد من بعد، حتى كيجي النهار ديال الامتحان وكيكون ما عارف والو. فانت خصك تدخل عاوتاني اليوتيوب شويه تعلم، راه كاين فيديوهات كيعلمو كيفاش تسوق خطوات من البداية، وحتى السلسلات راه كاينين دي زابليكاسيون في بلاي ستور، فهاد التطبيقات فيهم أسئلة وامتحانات كدوزهم بحال داكشي اللي غدوز النهار ديال الكود. فالنهار ديال الكود كتمشي عادي كطلع كدي معاك الورقة ديالك، كتعطيها لك المدرسة ديال التعليم الورقة باش تمشي تدوز فيها حتى الوقيته اللي غدوز فيها، وكدي معاك حتى الورقه ديالك ديال الطبيب. فكتمشي وكيعيطوا لك، كتدخل كيعطوك واحد البيسي، واحد بيسي كيخدم باللمس بحال طابليت بحال التليفون. فانت ملي كتمشي كتدخل واحد الكود، واحد الكود تمايا ديالك، مباشره كيبداو الاسئله. فانت قبل بعدا ما يبداو الاسئله تاكد من الصوت، سيكون الصوت مزيان في داك الكاسك اللي غادي يعطيوك، تاكد من الصوت وركز غير مع هذيك الشاشه ديالك، ولا مشى طرالك شي مشكل ما تخربقش في البلاصه عيط للاخرين سير قولها لهم باش يوقفوا ويكملوا لك البلاصه اللي بقيتي فيها. الا بقيتي مثلا السؤال 12 وتكوان سالك داك الشيء ما بغاش يزيد، ولا نقز لك من السؤال 12 لشي سؤال واحد اخر، ولا حسيتي اسئله ناقصين، فانت خصك تمشي عند داك اللجنه اللي مكلفه. فانت كتدوز الاسئله ديالك غير بشويه عليك، خلي السؤال حتى يكمل، حتى كدوز ديك الوقيته اللي كيسالي الراجل الهضره، وكتجاوب بشويه وكتفاليدي وكتحيد السهم من فاليدي. فشوفوا في يوتيوب، حيت كاين اللي كيوقع له مشكل في قضيه الفاليداسيون، كيخلي السهم ديال ديك اللوحه الالكترونيه تخليها تما، ومن كيجي السؤال الثاني كتقد تبرك راسها. فبحثوا مزيان، شوفوا راه كيهضروا على القضيه ديال الفاليداسيون، كاين اللي كيقول خصك ديرها، كاين اللي كيقول لا ما ديرهاش، كاين اللي كيقول حيد غير السهم. فانا ملي مشيت ندوز انا كنت كنحيد السهم، ملي كندير فاليدي كنكحزو
كندير فاليدي وكنكحزو جهه التصويره ديالك اللي فيها السؤال هكا ما فلت ما فلت ليا حتى سؤال. فمن بعد كتسالي الكود كتجي السوغان اش كيديروا فيه بعدا لي كورس اش كتعلمك لي كور كيعلموك ستاسيوني طوموبيل تدخلها بين واحد جوج حدايد كيكونوا من هنا جوج حدايد من هنا جوج من هنا فانت خاصك تجي مارشاريال وتدخلها بيناتهم ومن تدخلها بيناتهم خاصك تعرف تخرجها وتمشي بها نيشان والدور وتدخل عاوتاني في واحد الكراج كيكون هكا انت خاصك تجي له تجي داير هكا تدخل الكراج على اليمين من بعد الكراج كيعلمك الطريق كتشدو الطريق واحد نص ساعه ولا ربع ساعه على حسب كل ايكول واش كيديروا فمن بعد ما كتطلق يدك مزيان كيجي وقت الامتحان في الامتحان كدير نفس داك الشيء اللي درتي مع ليكول ما كيزيدو ما كينقصو داك الشيء اللي دوزتي كتدخل ستاسيوني بمشاريير كتخرج كتمشي كتدخل الكراج من بعد ما كتسالي الكراج كيجي يركب معاك واحد الشخص اللي مكلفه وزاره التجهيز والنقل كيركب معاك خصك دير داك الشيء غير بشويه عليك ما تخلعش غير بشويه انتبه للمرايه واش المرايه هي هذيك الكرسي واش الوضعيه ديال الكرسي مزيانه السنطه ما تنساهاش داك الشيء غير بشويه عليك ما تخلعش من داك الشخص اللي غادي يكون معاك حيت كاين اللي كيتخلع ما كيدير لا سنطه لا والو لا مرايه ما كيعوجها ما كيريقلهاش فكتنطلق انت وياه تيقول لك اش هدير اش دير اش دير وقف ليه هنا ولا زيد في السرعه فانت خصك تكون منتبه معاه يقدر يقول بك يقدر يقول لك وقف لي شي بلاصه اللي ممنوع توقف فيها فانت رد البال ديالك لا من ناحيه السرعه ولا من ناحيه فين توقف لا من ناحيه ديال البلايك فهو يقدر يقول لك شي حاجه ويدوخك وانت مثلا الدور احمر وانت بالخلعه يقول لك زيد مالك واقف وزيد نتايا فهمتي فما تهشرش فالبيرمي ان شاء الله شي حاجه ماشي شي حاجه صعيبه راه بسيط غير خص نتا يكون عندك الوقيته الكافيه للبيرمي باش تمشي تحضر دوك السلسلات وباش عاوتاني تبحث مزيان في التليفون لي زابليكاسيون في اليوتيوب راه بزاف الحوايج غيعاونوكم غير في اليوتيوب وفي لي زابليكاسيون فصافي مي غتشد البيرمي ديالك مي غتسالي زعما تنجح في السوغان غيعطيك واحد الوريقه ورقه بيضاء هذيك يمكن لك من داك النهار تسوق بها ولكن غير مؤقته هذيك ماشي واش واحد 60 يوم كيعطوك واحد الوقيته باش تسوق بها فانت كتسوق بها مؤقتا على ما يخرج البيرمي ديالك فالبيرمي ديالك كيخرج من بعد واحد الشهر ولا واحد الشهرين كتمشي كتعطيهم ديك الورقه البيضاء مع كارت ناسيونال ديالك وكيبدو لك بيرمي بحال ايتها الناس صافي من تما الى عندك طوموبيل كتسوق كدير 90 ديالك 90 يمكن واحد العام كتبقى معلقها واحد العام ولا عامين كتكون عندك 90 ممنوع تفوت داك 90 حيت انت باقي يلاه شديتي البيرمي فهادشي اللي كاين في رخصه السياقه فالا كنتو مهتمين وبغيتوني نهضر لكم على شنو هما الدروس اللي كيتقراو لا على البلايك لا على الطريق الرونبوان الاتجاهات بزاف ديال الحوايج اللي خصكم تعرفوا الاضواء المسافه الامان بين السيارات وقتاش كتبدل هاد مسافه الامان مثلا في الوقيته ديال الشتاء الا كانت الضبابه على الاضواء على بزاف ديال الحوايج فاذا كنتم مهتمين قولوا لي في التعليقات باش نديرهم لكم ان شاء الله هادشي اللي كاين في هاد الفيديو وكنشكركم على المشاهده. إذن اليوم كيف ما كتعرفوا كاين امتحان نظري وامتحان تطبيقي من اجل الحصول على رخصه السياقه. الامتحان النظري عندنا المكننه ديالو كامله وعندنا المشروع ديال اعاده البنك ديال الاسئله بشكل جذري باش غتولي واحد 1000 سؤال عوض 600 اللي موجوده حاليا. ومن بعد ما كينجح المترشح كيمشي للامتحان التطبيقي. هذاك الامتحان التطبيقي من طبيعه الحال اللي هو مؤطر بواحد الشكل قانوني كيخص المترشح يجتاز واحد المجموعه ديال الاختبارات يدير الكراج يدير الرجوع الى الخلف يدير كذلك يعني واحد الدوره يعني في المحيط الواقعي ديال حركه السير الى غير ذلك. هذه العمليه ديال الامتحان التطبيقي من طبيعه الحال كتتم من خلال الممتحنين ديالنا اللي كاينين في المراكز ديال التسجيل ديال السيارات ولكن في هذا النظام الجديد هاد العملية كلها غادي تولي يعني ممكننة ومرقمنة بحيث أنه كتعطينا بشكل مضبوط واش فعلا هذاك المترشح
قاس هذاك الحاجز ولا ما قاشوش، واش دخل بشكل صحيح يعني في سميتو الكراج ولا ما دخلش. اذا جميع العمليات اللي كتتم على المستوى الميداني غيمكن ضبطها بواحد الطريقه اللي هي اليه، وبالتالي غادي نقصوا من التدخل ديال العنصر البشري في التقييم الموضوعي باش نعرفوا فعلا واش هذاك المترشح نجح ولا ما نجحش في الاختبار التطبيقي لنال رخصه السياقه. هذا المشروع من طبيعه الحال اليوم وقعنا على من اجل اعداد المشروع النموذجي. اذكر فقط بانه في هذا النظام غادي تكون عندنا واحد السياره اللي هي ذكيه، اللي كتفاعل مع الموحد ديالها، كتفاعل مع هذوك الحواجز اللي كتكون هذوك البارات اللي كيعرفهم يعني جميع المترشحين، كتفاعل مع هذاك الكراج، وكتفاعل كذلك حتى المحيط مع الموحد ديالها في ديك الدوره الشرفيه، بحيث جميع هذه العمليه هذه غادي تكون مرقمنه وكتعطينا بالضبط يعني واحد الاختزال ديال جميع العمليات ويعني اللي كيقوم بها المترشح اثناء اجتيازه لهذا الامتحان التطبيقي. اذا من بعد هذه الاتفاقيه الاخوان يعني الاساتذه والباحثين المعنيين في الجامعات محمد السادس بابن قرير غادي يقوموا باعداد المشروع النموذجي اللي غادي تكون فيه السياره الذكيه، واللي غادي يكونوا فيها كذلك هذوك الحواجز اللي تا هما ذكيين اللي كيتفاعلوا مع السياره، وكذلك حتى النظام المعلوماتي بالنسبه للمدينه باش كنعرفوا بالضبط فين كتنقل هذيك السياره داخل المسار في اطار الدوره الشرفيه. نتمنى ان شاء الله انه في نهايه السنه نقدموا المشروع النموذجي او في البدايه ديال السنه المقبله، لما لا اثناء تخليد اليوم الوطني للسلامه الطرقيه في السنه المقبله، على اساس اننا نعمموا هذا المشروع على مستوى جميع المراكز. اول ما يكون الشخص موجود داخل السياره بيقوم بتعريف اصبعه عن طريق البصمه زائد الهويه، والسياره بشكل تلقائي بتتعرف عليه كشخص وبيبدا الاختبار، بالاضافه الى شاشه موجوده داخل السياره ترسم الخريطه والمسار اللي راح تتجه فيه السياره، وفي حال حدوث اي خطا اثناء القياده او اثناء الاختبار بتقوم الشاشه بتحديد مكان الخطا ولكن تستمر بالقياده، وبعد الانتهاء بتقوم الشاشه بشكل تلقائي بتحديد جميع الاخطاء اللي حصلت، بالإضافة لجهاز الإشعار الموجود داخل السيارة بحال الشخص ما كان عم ينظر للمراية الجانبية أو للمراية اللي في السقف، بتقوم بتحديد هذه الأخطاء جميعاً، وعند الانتهاء بتطلع النتيجة. في حال كان ناجح ترسل النتيجة مباشرة إلى غرفة العمليات وتصدر البطاقة اللي هي رخصة القيادة عن طريق التطبيق. أطلقت هيئة الخارج في المركبة باكتشاف المناورات وقراءة الخطوط على أرضية السائق. تم تركيب وتجهيز المركبة بحساسات عدة، تقريبا أكثر من 20 حساس ولها وظائف مختلفة. زودت ساحة الفحص ببرج للمراقبة يسمح بمتابعة جميع المركبات وحالتها، مع الاحتفاظ بتسجيل لكل عملية فحص لضمان نزاهة احتساب النتيجة والقدرة على مراجعتها عند الطلب. كما يستطيع الفاحص تسيير المركبات والتواصل مع مشرف الساحة لإرشاد المتعاملين ضمن الساحة الذكية. تم تزويد السيارة من الداخل بكمبيوتر لوحي لتوضيح المناورات من خلال تعليمات صوتية عند مرحلة الامتحان، إضافة إلى العديد من الوظائف يمكن استخدامها عند مرحلة التدريب والصيانة.